كابتن علاء الف مبروك، اعتقد فوز مستحق بنسبه كبيره جدا. اكيد طبعا لابد في كايمن فوز مستحق وطبيعي من غير حتى اي اضافات او اي حاجه. الفروقات بينك وبين شرقية الدخان كبيره جدا جدا جدا. اللعبه كلها النهارده عندها الحماس ان هي تلعب، عندها الرغبه ان هي تكسب، عارفين مدى اهميه المباريات دي. بس ده جول الاول يا كابتن. طبعا انا اتكلمت عليه بسرعه كده. شوف بين استقبال حلو قوي من الاحلى من استقبال التمريره بتاعت رامي ربيعة، تايمنج تحفه طبعا. بعد حتى ما تعادت عشان الفار يا دوب لو حسين كان اتاخر او هو رام اتاخر يعني جزء من الثانيه اعتقد امور صعبه جدا. دي ضربه الجزاء الثانيه. لكن المباراه ككل لا، نتيجه كويسه، نتيجه مطمئنه، الناس كلها فاهم الرقصه دي. ما علينا، ده دي بنالتي، وبعدين ده برضو التمريره بالخطا من مدافع. ما بقول لك بيرشتين كان قلنا ان عندهم مشاكل جامده جدا في خط الدفاع، واحمد تصرف فيها كويس قوي. احمد عبد القادر كان ده اجمل من كده بس مبدئيا بس. لكن هو الحقيقه طبعا هنا بقى المشكله بتاعتنا دايما اللي فيه دايما سرحان. ده مش خطا اكتر منه سرحان في القلب. يعني مش خطا في التمركز نفسه ايمن اكتر من هو بتسرح لحظه مع الكوره. يعني انت دايما عينيك على الكوره بس مش عينيك على الاخطر من الكوره وهو المهاجم اللي موجود. لكن هي طبعا وليد احنا هنحلل الاجوال دي بس هنا سريعا بنجيب اهداف. انتوا جايبين الاجوال بدري قوي على فكره، لسه لا لا احنا مش بنحللها، احنا جايبين بس الاهداف. لكن هو يعني حته استعاده الروح دي انا ما بحبش الكلمه دي. لانك انت طبيعي عندك روح موجوده في كل اوقات تلعب في النادي الاهلي. روحك دي قبل اي حاجه، عشان انت كده دايما متفوق على كل الناس كلها. ممكن الفرق الثانيه نتكلم نقول لك عندهم روح، لا احنا ما فيش حاجه اسمها الروح دي، كلمه عندنا اساسيه. لازم يبقى عندك روح عشان تبقى عندك تستحق تلبس التيشيرت على النادي الاهلي. فالنهارده لا، النهارده ما بحبش كلمه استعاده الروح دي. انا بقول الناس كلها بتلعب، الناس كلها عارفه اهميه المباراه النهارده. مباراه النهارده غير المباراه السابقه تماما يا ايمن. اي حد النهارده كان هيلعب عارف اهميه المباراه النهارده، انها مباراه مهمه في الدوري. ثلاث نقاط يقربوك زي ما انت تفضلت قلت، هيقربوك كل ما تكسب مؤجلات تقرب على الدوري، تعمل ضغط على المنافس. دي مستك، هو ده الصح. لكن جميل انك تطمن على كل لعيبتك النهارده. يعني كويس قوي طمنت على كل لعيبه النهارده الحمد لله، اضافه لعيبه المنتخب اللي اكيد طبعا هيبقى الشكل متغير كتير. الناس عندها خبرات، ناس طبعا لعيبه كل واحد عنده تقل في 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 مكانه، خصوصا عندك نص الملعب الثلاثه هيبقوا موجودين ان شاء الله، اذا كان ديانج ولا السوليه ولا حمدي فتحي، فدي اضافه كبيره جدا ليك. طبعا اكيد الشناوي موجود، ياسر، يعني ايمن اشرف. لا انت هتستعيد لعيبه المنتخب، لعيبه الدوليه بتاعتك مع الناس اللي موجوده دي. اعتقد ان عندك فرصه كبيره قوي ان شاء الله، عندك وقت تقدر توصل للطريقه وتوصل للاشخاص او الافراد اللي تبدا بيهم مباراه الزمالك. انها مباراه مهمه جدا. ننسى مباراه النهارده، مباراه النهارده ايمن مش مقياس خالص صحيح بالمره، لكن كان مهم تكسبها. مظبوط، كان مهم تكسبها لحاجتين، معنويا لسامي القمصان، وعشان تبدا تعمل ضغط على فرق الدوري. مزبوط. مهم تكسب النهارده صحيح. وبعد كمان حته المدير الفني مشي، وكان طبعا مشاكل كتير او في بعض الناس حاولوا يعملوا من مشايان موسيماني مشكله يصدروها لعيبه النادي الاهلي. لكن مش لعيبه النادي الاهلي او مش اداره النادي الاهلي اللي ممكن يصدرها مشكله زي دي خالص. التعامل معاها كان بمنتهى العقلانيه، منتهى الاحترافيه، بعد اللعيبه تماما عن موضوع موسيماني، وركزوا مع الملعب، مع سامي النهارده زياره كابتن محمود الخطيب. اللعيبه كلها تحس قبل المباراه ان هم مركزين في حاجه واحده، عايزين يكسبوا النهارده، لانهم عندهم جمهور كبير قوي وراهم بغض النظر عن مين المدير الفني. المدير الفني مشي، المدير الفني عامل مشاكل، انا ما بتعاملش مع المدير الفني، انا بتعامل مع تيشيرت النادي الاهلي. تيشيرت النادي الاهلي يبقى روحك تسبقك، يعني قبل ما تنزل الملعب تحط رجلك كده، انا روحي سابقاني، متعودين على كده من غير اي، مش محتاجين حماس، مش محتاجين حد يحفزنا. عمر لعيبه النادي الاهلي كانت محتاجه حوافز، يعني مثلا عمرنا ما سمعنا ان لو كسبت مباراه مثلا بكره مش عارف 10 خالص، الموضوع تماما الحمد لله من ايامنا وقبلنا واللي قبلنا. ممنوع الحوافز والحاجات دي. انت اساسا الحافز موجود انك لبست الفانيلا دي طبعا. الحافز منتهي، حافز الروح دي انا ما اتكلمش فيها، انا اتكلم بس في تركيز لعيب، تفكير اللعيب نفسه، اداؤه عامل ازاي في الملعب. لكن الحاجتين دول عارف يا ايمن زي ما هو منتهيين تماما ما اتكلمش فيهم. لكن انت عايز النهارده مكسب لسامي، مكسب للعيبه نفسها، ثلاث نقاط مهمين جدا 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 في زي ما بقول لك انا الدوري
الدوري العام. طبعا الف الف مبروك، ثلاث نقاط مهمين. الموضوع يغلق تماما النهارده، انك عندك مباراه مهمه جدا يوم الاحد، محتاجه تركيز من بدري، واحسن حاجه التركيز انك اللعيبه دي تبقى معسكره من بدري احسن، كلهم مع بعض احسن، مع اسامي يبدا يشوف هو بيفكر ازاي ويبدا يلعب ازاي ان شاء الله يوم الاحد. دي احسن حاجه انا من وجهه نظري، ان يعني يحصل معسكر بدري، اللعيبه دي طول ما هي مع بعض طول الوقت مع بعض دائما، اعتقد مفيده جدا. صحيح.